لكن اسعوا ورا المشكله اللي ورا السعال ده، والدكتور اكيد هيشخص لكم الحاله بالظبط. ده كمان في ادويه من اعراضها الجانبيه ان هي بتسبب سعال، يعني انا ممكن اكون مريض ضغط مثلا والدكتور كاتب لي مجموعه من الادويه، من ضمنها مجموعه الايس انهيبيتورز، مجموعه من انظمه التحكم في ارتفاع الضغط، ادويه ضغط يعني معينه، مش كل انواع ادويه الضغط اسمها ايس انهيبيتورز. الايس انهيبيتورز دي زي الكابتوبريل مثلا، احد امثله الادويه دي موجوده في الصيدليات. من الاعراض الجانبيه للدواء ده ان هو بيعمل سعال جاف، فلك ان تتخيل برضو ان انا من ساعه لما بدات علاج بالكابتوبريل او بالدواء ده ابتدت تيجي لي نوبات من السعال، وانا عمال اخد دواء كحه ومش عارف ايه المشكله. لا انا لازم انتبه، في ادويه من ادويه الضغط ساعتها لو حصل بتجيب لي سعال، ولو حصل لي السعال ده برجع للدكتور اللي كتب لي طبعا الدواء واقول له شفتني او انقلني على مجموعه او نوع تاني من انواع ادويه ضغط الدم. زي ما احنا شايفين الاسباب اللي بتسبب لعرض السعال كتير جدا. ده انا يدوبك عملت لك سرد لكام نقطه، حاجات جهاز هضمي، حاجات جهاز تنفسي، ادويه ممكن تسبب لك السعال. فرجاء نحاول نتوخى الحذر كده ونشوف بس السعال ده سببه ايه الاول، ونعالج السبب قبل ما نعالج العرض. طيب من ضمن الاسئله اللي جات لي في على الصفحه، الناس بتسال ايه الكحه الجافه دي بيبقى عامله ازاي، واعرف منين ان السعال اللي عندي ده جاف، واعرف منين ان هو رطب. السعال الجاف اللي هي الكحه الناشفه اللي احنا بنقول عليها ما بيكونش فيها اي افرازات، بتطلع كحة لا إرادية منك كده منتظمة، ما بيبقاش طالع فيها أي إفراز. غالبا بتكون فيروسية نتيجة يعني إصابة أو عدوى بالفيروس، أو ممكن تحصل ببساطة جدا من نتيجة التدخين مثلا. معظم المدخنين عندهم كحة كده منتظمة، ده سعال جاف، دي كحة ناشفة. السعال الجاف غالبا بيبقى سيلف ليميتنج، أو بيروح لوحده، يعني مش محتاج لأدوية، أو تكون أنت مش مضطر تاخد له أدوية علشان تعالجه. بس طبعا في حالات تانية الدكتور طبعا المتخصص بيكون كاتب مهدئات للسعال، هنتعرض ليها دلوقتي نعرف إيه هي. أما بخصوص السعال الرطب اللي هي الكحة اللي فيها بلغم وإفرازات، دي عادة بتكون نتيجة بكتيريا أو فيروس، عدوى بكتيرية أو فيروسية، وساعتها بنضطر ان احنا ناخد ادوية. لو عدوى بكتيرية طبعا الدكتور بيكتب لنا مضاد حيوي، بجانب المضاد الحيوي ده بناخد مذيبات للبلغم، طوارد للبلغم، او موسعات للشعاب. وهنشوف كم الادوية الخاصة بالسعال الرطب والسعال الجاف، بس استنونا بعد الفاصل وهنتكلم عن الادوية.